وهذه عودة أخرى إلى الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور، هل تسمعنا بصورة جيدة؟ نعم أسمعكم، عذرا لانقطاع الصوت. نعم دكتور، يعني المسلمون يتعرضون في إثيوبيا إلى حملة مشابهة لما يتعرضون له المسلمون في الهند والصين، كيف تنظرون إلى هذه الحملات؟ هل هي متزامنة بشكل عفوي أم هناك تنسيق أم كيف تنظرون؟ نعم جزاكم الله خير. ليس بالتأكيد ليست عفوية، وإنما هنالك حملة عالمية للحرب على ضد الإسلام. فنرى أن العديد من البلدان الإسلامية تمارس مثل هذه الضغوطات أو هذا العنف وهذا الاستئصال بالمسلمين، ليس فقط في الهند والصين واليوم أثيوبيا، وإنما في العديد من بلدان العالم، حتى العديد من البلاد العربية والإسلامية نرى هنالك حربا عليها. والسبب في ذلك هو انشغال بعض البلاد الإسلامية والعربية بهمومها ومشاكلها الداخلية، وتشاغل بعض الحكومات للأسف العربية والإسلامية تشاغلها عن مثل هذه الأمور وانصرافها إلى مصالح خاصة. كل ذلك جعل المسلمين في العديد من البلاد الذين يشكلون أقليات في العرف العالم اليوم، يشكلون في تلك البلاد يعني أو يشكلون حلقة ضعيفة. فنجد هذه الحكومات المرتبطة ببرامج وعقائد مخالفة للدين، كفرية أو كتابية أو غيرها، تقوم بمثل هذه الممارسات مكتملة هذا الضعف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم دكتور، أنتم في بيان الهيئة ذكرتم أن المسلمون في إثيوبيا يشكلون ثلث سكان البلاد في إثيوبيا. طيب هنا الحكومة تتذرع بهدم المساجد في إثيوبيا بتوسيع أو دمج البلدات التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا. لو كانت ديانة غير ديانة المسلمين، هل كانت تجرؤ على هدم مساجد أو معابد لفئة تشكل ثلث سكان البلاد؟ كما جاء في سؤالكم هي فعلا تتذرع، فهي مجرد رائع تتخذها لممارسة هذه الأعمال. وإلا كما ذكرتم فإننا نرى أن العديد من المشاريع تلغى لمجرد شيء يسمى في الديانات الأخرى حتى الديانات الوثنية شيئا، مجرد أن يكون له تاريخ من القداسة عند تلك الفئة حتى وإن كانت أقلية تحترم. إلا الدين الإسلامي والمسلمين فإننا نجد استضعافا لهم من قبل هذه الحكومات، واتخاذ هذه الذرائع فقط لمجرد الغطاء لممارسة مثل هذه الأعمال. والأصل فيها الأصل هو الاستئصال، ولا سيما المساجد التي يعلمون حقيقة أنها هي لها مكانة عند المسلمين ولها دور كبير في تقوية المسلمين وتثبيتهم. نعم. على مستوى الأرض في إثيوبيا، كيف ترون تعامل الشرطة في إثيوبيا مع التظاهرات التي خرجت يوم الجمعة الماضي رفضا للإجراءات الحكومية التي تقضي بهدم المساجد؟ يعني شأنها شأن جميع الحكومات الطاغية والعنصرية، حكومات الاحتلال أيضا، حكومات الاحتلال في العديد من البلدان، نرى أن الإفراط في استخدام القوة واستخدام العنف ضد هؤلاء الأبرياء الذين يفترض أنه تحت لافتة القانون الدولي والقوانين المحلية التي تسمى التعبير عن الرأي واحترام الدين واحترام العقيدة، ولكنهم كل ذلك يطرحونه أرضا ويقومون بمثل هذه الممارسة التي تخالف تلك الشعارات التي يرفعونها. وهذا يفضح الحق، يفضح حقيقة هؤلاء ومن يقف وراءهم من الدول الغربية التي تتبجح وتدعي أنها تدافع عن حقوق الإنسان وتحمي عقائد الأقليات ونحوها. دكتور، ما الذي يتحتم على الدول الإسلامية من حكومات وشعوب من إجراءات تتخذ لوقف هذه الانتهاكات سواء ضد المسلمين في إثيوبيا أو الدول الأخرى الذين يتعرضون إلى اضطهاد؟ يعني نحن دائما نقول ونستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الامه الاسلاميه كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك الواجب واجب النصره على الجميع، سواء كان افرادا او كان مسؤولين كحكومات او كمؤسسات رسميه وشبه رسميه، الكل عليه واجب النصره كل من موقعه. ولكن الشعوب اليوم ربما ليس بيدها الا وسائل محدودة خاصة في بعض البلدان التي تستطيع أن تصل إلى نصرة الشعوب الأخرى
إلا بوسائل محدودة، لكن على الأقل يستخدم الإعلام لممارسة مثل هذه النصرة للتوعية وبطش المجرمين. لكن المسؤولية الأكبر على الحكومات الإسلامية التي تمتلك كما يسمى في المصطلح السياسي المعاصر، تمتلك أوراق ضغط كثيرة لممارسة نوع من أنواع النصرة لهؤلاء المسلمين من خلال سواء كان العلاقات السياسية والمفاوضات والحوارات والهيئات الدبلوماسية وحتى ورقة الاقتصاد التي تمتلكها العديد من الدول الإسلامية بما لديها من إمكانيات. فكل ذلك يحتم على هؤلاء أن يقوموا بواجبهم ولا يتخلوا عن واجب النصرة لأي مسلم في أي مكان من أرحاء العالم عموما. نشكركم الشكر الجزيل الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.